عمرك سمعت عن سكينة المدير؟ ولا لا، دي مش سكينة المدير بيستخدمها عشان يعذب الموظفين، عكس السكاكين اللي بيكون شكلها ضخم ومتوحشة زيادة زي السكاكين دي، سكينة المدير لازم تكون شكلها شياكة. الفئة دي من السكاكين بتسمى جنتلمان فولدر، زي السكينة دي اللي فعليا اسمها CEO مدير. CEO زي ما انتم شايفين شكلها شياكة جدا، ممكن توحي فعليا انها قلم، فعليا شبه القلم بالذات مع الكليب ده، والسكينة صغيرة جدا، ولكن لما تفتحها بيفاجئك هذا البليد اللي شكله خطير جدا، تحس شكلها دلوقتي سيف. شكل ثاني كمان لسكينة المدير حاجة فيها مثلا خشب وحركات كده، لكن برضه رفيعة جدا وشكلها لطيف، لكن برضه ما تفتحها بيطلع هذا المنظر الرهيب، شكلها خطير. تنسوا تابعوني عشان تشوفوا كل الاختراعات الجديدة، ولو انت مدير تختار السودة ولا البني؟ قولي.